لما نأتي ونقول سنحتفل بمرور 50 سنة على العلاقة بين البلدين نفاخر بهذا التاريخ. ولكن أنا نؤكد كذلك أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية علاقة قديمة إلى ما قبل بدايات القرن الماضي، لكنها تجسدت كعلاقة دبلوماسية بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا بكل فخر نحتفي بهذه المناسبة، خاصة ونحن نستذكر جهود المقبورة الشيخ زايد عليه رحمة الله وما قدمه للإمارات بالتعريف بها في الخارج. طبعا لما نقول أن علاقة بين مصر والإمارات ليست علاقة دولة بدولة فقط، وإنما هي علاقة قيادة، علاقة حكومات، علاقة شعوب. ويمكن العدد الموجود الآن من أبناء الإمارات الذين حضروا هذه الفعالية أستطيع أن أقول أنهم منتج صنع في مصر، لأن هؤلاء أغلبهم كانوا تلاميذ في جامعات مصر، وبعد أن أنهوا دراستهم في مصر استطاعوا أن يمسكوا مناصبهم في مؤسسات مختلفة عندما مكنتهم القيادة، وبجهودهم أحدثوا هذا المنجز الذي نفاخر به بعد 50 سنة.